ICBC أو المسابقة البرمجية العالمية هي تحدي بيخوضه فرق من الطلاب من مختلف جامعات العالم ما يطلعوا بحل برمجي لمشاكل بتحتاج لإبداع وابتكار والقدرة على العمل تحت ضغط. وبتندرج تحت المسابقة العالمية عدة مسابقات إقليمية ومحلية مثل ICBC وهي تجمع المسابقة البرمجية العربية الإفريقية يلي في منها لطلاب الجامعات ومنها لليافعين. أما محلياً في SCBC وهي المسابقة البرمجية السورية، وهالمسابقة السورية كانت بالبداية بس للجامعيين، بس هالسنة ولأول مرة بسوريا صارت المسابقة السورية لليافعين أو التينز يلي بتتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة، وانتهت فعالياتها يوم السبت 27 آب، وتأهلوا منها 3 فرق ليشاركوا بالمسابقة البرمجية العربية لليافعين يلي رح تصير بشرم الشيخ بمصر. بالتقرير الجاي أنا وكاميرا استوديو تكرا صدنا أجواء المسابقة ومن بعدها أجواء الإعلان عن النتائج. البرمجة بتتربع على رأس قائمة الوظائف الأكثر طلباً على مستوى العالم حالياً وبالمستقبل، لأنه في دراسة بتقول إنه بسنة 2028 رح يزيد الطلب على المبرمجين حول العالم بنسبة 21% مقارنة بال 2018. ومو صح أبداً إنه البرمجة هي مقتصرة فقط أو تعلمها مقتصر فقط على الشباب الجامعيين أو الأكبر بالعمر، بالعكس فهي المهارة هي مهمة جداً للأطفال واليافعين أيضاً. ومن هذا المنطلق تم إقامة الحدث الأول من نوعه بسوريا وهو المسابقة البرمجية السورية لليافعين. هاي المسابقة هي مسابقة عريقة وقديمة، ولكن كفئة يافعين هي بلشت ب 2021 بدولة مصر، وشاركت فيها تونس ومغرب وفلسطين وأردن ومصر، ونحن بسوريا شاركنا بفريق بشكل غير رسمي واخذنا كأس البطولة. 2022 للأسف ما قامت مسابقة، ب 2023 نحن كمؤسسة كنا متحمسين بهذا التجمع وبإقامته وبدعمه. انطلقت المسابقة على السوشيال ميديا، كان مفتوح التسجيل. الفرق هي عبارة كل فريق عن من شخصين، وهن لازم يكونوا طلاب مدارس بين 12 وال 18 غينو. بلشنا سجلوا 114 فريق، يعني 228 يافع. كانت مسابقة أونلاين، تأهل من المسابقة التأهيلية 33 فريق، يعني 66 يافع. واليوم معنا هلأ هنن بالمسابقة الرسمية، هلأ هنن عم بيحلوا على مسائل برمجية بتتطلب التفكير النقدي، بتتطلب المنطق لحتى يقدروا يحلوها، ما بتطلب بشكل أكثر إن هو يكون عم يعرف يكتب هي اللغة بحد ذاتها، وإنما التفكير المنطقي والمهارات والمبادئ الرياضية اللي عنده إياها هي اللي بتساعده لحل المسائل. بشكل عام سوريا رائدة بمجال البرمجة التنافسية على مستوى الوطن العربي، بشكل سنوي عم تقدر تحقق نتائج كبيرة، نتائج عظيمة بالمستوى الإقليمي، وعم تطلع تنافس جامعات كبيرة جدا بالمستوى العالمي. دائما ما بيتم استقطاب أي شخص بيوصل لمستويات عالية ضمن المسابقة السورية على وجه الخصوص، وضمن المسابقات الأخرى أيضا أي شخص بيوصل لمستويات متقدمة فوراً يتم استقطابه من شركات عالمية مثل الفيسبوك، مثل جوجل، مثل أمازون. هي عبارة عن مسابقة لمدة 5 ساعات، بالساعة الأخيرة اللي احنا بنسميها الساعة العمياء أو بلايند أور، ما عاد حدا بيعرف حدا تاني شو عم يحل. بصيروا الطلاب بيحلوا مسائل وبيضيفوا للرصيد تبعهم، بس بدون ما أي حدا يعرف حدا تاني شو عم يحل.
البالونز هي اكتر حاجه فاني موجوده في المسابقه، هي اكتر حاجه بتفرح التيمز اوريدي. لما البالونز، احنا المسابقه اصلا مفروض انها 5 ساعات او 4 ساعات، هي الريزلت بتبقى موجوده على سكور بورد. كل بالون ليه كالر، الكالر ده بيدل على المساله اللي انحلت. اوريدي بتتقسم لثلاث خطوات. اول حاجه بتبقى الفيرست سبمشن، بتطلع لها 3 بالونات، دي بياخدها تيم واحد بس في المسابقه كلها، اللي هي اول مساله بتنحل. تاني حاجه لما تكون 2 بالونز بيطلعوا، 2 بالونز معناها ان التيم هو اول تيم يحل المساله من هاي اللون. بعد كده بتطلع بالونه من كل لون عادي للتيمز الثانيه اللي بتحل المساله. النوع ده من المسابقات هو اللي بيخلق الجيل المتعلم اللي بيبني بلده. احنا عندنا كان مشكلة في الوطن العربي ان احنا بنبدأ متأخر، فدايما الدول الاخرى بتتفوق علينا في مرحلة الجامعات. لما ابتدينا نتنبه لذلك وابتدينا نشتغل مع الشباب اليافعين من الاعدادي والابتدائي حتى كمان قبل ما يوصلوا للثانوي، وندربهم ونعمل لهم هيك مسابقات، الموضوع فرق كتير جدا وخلى بقى مستواهم يبقى على المستوى العالمي والاحتكاك الدولي. الحقيقة احنا دايما بنيجي سوريا نتعلم منهم ايه الجديد اللي هيعملوه. يعني هي المسابقة في مصر بقالها حوالي 20 سنة، بس دايما بيبقى عيون المنظمين المصريين يبصوا على سوريا، يا ترى هيعملوا ايه جديد السنة دي عشان نبدأ نقتدي بيه. التنظيم كالعادة جبار، هايل جدا. مفروض ان في المسابقة العربية الافريقية هتتم في شرم الشيخ في الفترة من 17 الى 21 نوفمبر. السنة قبل اللي فات كان البطل سوري في المسابقة دي، فيا ترى البطل هيكون ايه السنة دي؟ كلنا هنشوف ان شاء الله. الصراحة يعني هي كانت تجربة جميلة جدا. يعني احنا ابتدينا مسابقة اليافعين في مصر من 3 سنين تقريبا، وكانت بعد كده ابتدينا نجرب التجربة دي في بلاد اخرى، عملناها في تونس 2 سنين، والسنة دي هينضم لينا سوريا وقطر كمان. طيب انا عايز النتيجة ايه وهاخدها. احنا هنا هنقعد نقول فوازير ونكت. دوس بقى دلوقتي. Slow and all. Silver medal for today. فريق امتي هو بطل النسخة الاولى من SMCT. انا طالب فريق وطني، فنشارك مسابقات كل فترة، فشفنا هاي المسابقة فقررنا نشارك فيها خصوصا نفرو تجربة جديدة. صرنا مشاركين أكثر من مرة بنفس الفريق، شكلت 4 مرات يمكن، فنوعا ما تعودنا، صرنا سريعين، صرنا نشارك بسرعة أكثر.